عشان تتعرف على لهجة أهل اليمن، خلينا نتكلم باللهجة الصنعانية. لهجة صنعاء في اليمن تعتبر أجمل اللهجات في اليمن، تحديداً صنعاء القديمة. الكلام الذي تجد فيه دلع وتجد فيه رقة وتجد فيه طرب أكثر مما هو كلام لحن عندما يكلمك شخص من صنعاء. في صنعاء تستخدم الشين للتسويف. في اللغة العربية نقول سوف أذهب إلى المدرسة. أهل صنعاء يقولوا شاسير للمدرسة، شاحبك، شتغدى عندكم، شاجي. كلمة الشا هي كلمة سوف في اللغة العربية، أو سأذهب، سأحبك، هنا نقول شاحبك. وفي نفس الوقت نستخدم الشا للتعبير عن المؤنث أو عن ضمير الغائب. يعني لما تتكلم عن بنت تقول جيت لش، وحشتش، أبسرتش، يوم أحلاش. فأنت هنا بتخاطب بنت بصفات معينة أو بأفعال. أو عندما نتحدث عن ضمير الغائب لا تريد أن تذكر هذا الشخص، فتقول إيش؟ أنا ما شفتهش، ما حبيتهش. بعض المناطق في صنعاء يقولوا ما حبيتهش بدون حرف الهاء، يعني لأنه في نهايتها هاء وشين. ما حبيتهش، ما عجبتهش، ما شفتهش، ما بسرتهش، ما امتغطليش.